بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللاب بتاعنا يا جماعة كان سبنيتنج، وأنهينا السبنيتنج المرة اللي فاتت اللي الحصة اللي قبلها. هنبدأ نعمل كونفيجريشن. كونفيجريشن عبارة عن OSBF إريا 0 وإريا 20 وإريا 10، وكمان بالإضافة الإريا دي هتبقى NSS أو Total NSS، لأن ده هيبقى S بار، تمام، وده S بار. فالاريا اللي بتربط بين الاس بي ار هتبقى نوعها ايه؟ توتالي نوت ستوب نوت ستوبي اريا، تمام، اللي هي ايه؟ ان اس اس اي، تمام. فاحنا هنراجع على الاوز بي اف كده بشكل حلو يعني، تمام. تعال نخش كده يا جماعه على راوتر زيرو ونقول له كونفيج تي، ونقول له يا عم سيف 102 راوتر اوز بي اف واحد معايا، ونقول له نتورك 192 168 واحد دي واحد، صح؟ هنحط الجيت واي يبقى 0.0.0 معايا، تمام. بص يا سيف، تعالى نرجع كده عشان ما تتلخبطش. نقول له اول حاجه ما تكون الشبكه عندك كبيره عشان ما تتلخبطش، تقول له دوشو اي بي انترفيس بريف، وخد يا عم كده اهوت، كبر الدنيا كبر الدنيا كده زي ما انا عملت كده. شوف الايبهات، الايبهات كام يا عم سيف؟ هتقول له نتورك 192 168 واحد كام؟ واحد واحد، صح؟ 0.0.0.0 اريا. تعال نقول له راوتر اي دي الاول عشان ما ننساش، راوتر اي دي عشان ما نرجعش 1.1. نقول له نتورك 192 168 واحد كام؟ واحد، وتقول له 0.0.0 اريا كام؟ اريا 0 0. نتورك كام؟ 192 168 1 81 0.0.0 اريا 0. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. خلصت انت الراوتر ايه؟ الاولاني الراوتر 0. تعال نخش على الراوتر 2، نقول له كونفيج تي ونقول له شو اي بي انترفيس بريف عشان تشوف الايبات اللي موجوده على الانترفيس، تمام. ونقول له كونفيج تي، نقول له راوتر او اس بي اف، ونقول له نتورك، هنقول راوتر اي دي الاول ما تنساش راوتر اي دي، راوتر اي دي 2.2.2، نقول له نتورك كام؟ 192 168 1 73 0.0.0 اريا كام؟ اريا 0. نقول له نتورك 192 168 1 كام؟ 82 0.0.0 اريا كام؟ اريا 0. اريا 0، تمام. تمام، تعالى احنا خلصنا كده العلاقه هتقوم يا سيف ما بين ده وده، خلاص العلاقه قامت ما بين الايه؟ الراوتر الاولاني. تعالى نروح، ده خلصنا الراوتر ده صح؟ تعالى نروح لراوتر 2. شوف ده يا سيف، انا مش هقعد بقى افتكر بقى موضوع الايبات، اقول له ايه؟ كونفيج تي واقول له دو شو اي بي انترفيس بريف، صح؟ كده طريقه سهله. ايوه، انت تشوف الايبات الايه؟ موجوده على الانترفيسز وتعمل لها كونفيجريشن في داخل الاو اس بي اف. نقول له راوتر او اس بي اف واحد، تمام. هنقول له راوتر اي دي اثنين، انا حاطط اثنين، هتبقى 3.3.3 مظبوط. هنقول له نتورك، تعالى بقى في الحته دي يا باشمهندس سيف، بص هنا دي هنا كام؟ دي اريا كام؟ على جيجا زيرو، دي زيرو كام؟ ايوه كام؟ 10، خليك فاكر دي، وجيجا زيرو سلاش زيرو اريا زيرو. تعال بص هنا جيجا زيرو، معلش 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 يا باشمهندس، الحته دي كده زيرو زيرو اريا زيرو، جيجا زيرو سلاش 1 اريا 10، خليك فاكر دي 0.0 اريا 0. يبقى نتورك بتاعت اللي مكتوبه على اريا 0 دي اللي هي على جيجا 0 سلاش 0 دي اريا 0، هتبقى نتورك 192 168 1 75 0.0.0.0 اريا 0، تمام. ايوه نتورك اللي هي 192، هو عنده كم انترفيس؟ طب ماشي، عنده 3 عنده 3 عنده 3 عنده اللي هي النتورك ديت اللي هي تحت دي، النتورك اللي تحت دي، ايه رايك نحطها في اريا 10 ولا نحطها في اريا 0؟
اللي هو الانترفيس الجيجا ده انا شايف اللي انا احطه هنا ايري 10 معايا معايا تمام انا شايف اللي انا احطه في ايري 10 عشان ايه الدنيا تبقى حلوه كده ماشي يبقى انا عندي 01 و 02 ده في ايري كام 10 تعالى هنقول له 192 168 58 1 58 0.0.0 ايريا كام 10 ثواني هنا واحد زياده ونقول له نتورك كام 192 168 1 33 0.0.0 ايريا كام 10 تمام كده خلصنا راوتر 2 تعال نروح لراوتر 3 اللي فوق ده برضك نفس اللي احنا عملناه هتبقى هنا 01 و 02 في ايريا 20 و 00 في كام في ايريا 0 ماشي نقول له شو اي بي انترفيس بريف هيبقى كام يا عم سيف كونفكتيف هنقول له 00 ديت في ايه كام في ايريا 0 هنقول له راوتر اوز بيف 1 ونقول له راوتر اي دي 4.4.4 معايا نقول له نتورك 192 168 اللي هو 0.0 في ايه في اريا 0 يبقى 1.74 0.0.0 اريا كام اريا 0 اقول له نتورك 192 168 89 0.0.0 اريا كام 20 تمام كم ده هو انا كتبت اريا كام دي 20 تمام كتبت اريا 20 ونتورك هي كام 49 192 168 1 49 0.0.0 اريا 20 ماشي اللي هو ده سيف اللي هي دي اللي هي دي هنحطها في اريا 20 ماشي كده خلصنا الراوتر كام 3 تعال نروح لراوتر 5 او نروح لراوتر 4 عشان تمشي معايا بالترتيب دي 3 دي 4 تعال كونفكتي تعال بص يا باشمهندس سيف ده كام هنقول له شو دو شو اي بي انترفيس بريف هنقول له اللي هو كام جيجا 0/0 كام 90 هنقول له راوتر او اس بيف راوتر اي دي كام 5.5.5 تمام نقول له نتورك كام 192 168 91 صح هو 0.0 دي 0.0 91 معايا ايوه 0.0.0 اريا 20 تعالى هنا هتلاقي الاريا بس مكتوبه غلط اريا معايا ايوه عندك هنا انترفيس 0001 ده تمام ده في الاي جي ار بي داخل في الاي جي ار بي نعمل اكزيت كده نقول له راوتر اي جي ار بي مثلا واحد 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 براحتك هو الاوتونوموس سيستم تديله بس لازم واحد هنا يكون ثابت هنا واحد تديله هنا واحد ماشي نقول له نتورك ممكن تعمله برضو زي ما انت عملت في الاوز بيف تعمل ازاي زي ما انت عملت في الاوز بيف 100 تديله كده تقول له دي 93 صح ايوه قايل له كده 100 نقول له بقى نت نقول له ما تنساش دي سيف الاول نقول له نو اوتو سامري الاول 192 نقول له نتورك 192 168 1 93 نقول له 0.0.0 لان هو بيبقى الوايلد كارد ماسك ماشي نروح على راوتر 7 عشان نبقى احنا ايه انتهينا منه ونقول له كونفكتي نقول له راوتر اي جي ار بي 1 ونقول له نو اوتو سامري الاول نقول له 100 النتورك عندك 192 108 هنشوفها دلوقتي عايز اشوف الايباد صح شو دو شو اي بي انترفيس بريف صح هتبقى عندك اللي هو 57 و94 واللوباكات هتزاحها جوه دي هتقول له نتورك تقول له 192 168 1 94 0.0.0.0 تمام
ونقول له نتورك 192.168.157.0.0.0.0 تمام. ونقول له نتورك 192.20.20.1.0.1.0.0.0 ونفسها كده ايه 1.1 و2.1 و3.1 كده احنا انهينا موضوع الاي جي ار بي. تعال نروح هنا على الراوتر ده، على الراوتر 5 ننفعل عليه الاوز بي اف ونفعل عليه الريب ماشي. تعال راوتر 5 جيجا 0/0 نقول له دو شو اي بي الاول، شو اي بي انترفيس بريف. دي يا عم سيف عندك 0/0 ده تبع اريا 20 اريا 10 سوري. هنقول له راوتر او اس بي اف احنا حطينا هنا كام راوتر اي دي كام؟ 5/5 لا 5/5 مظبوط، يبقى دي 6/6 ماشي. نقول له اوز بيف، نقول له راوتر اي دي 6.6.6 ونقول له نتورك 192.168.1.86 ونقول له 0.0.0 اريا 10 تمام. ونقول له نتورك ما عادش فيه نتورك بقى خلاص كده احنا خرجنا ايه خلاص احنا اللي بعدها هتبقى ريب ماشي. تقول له راوتر ريب نقول له فيرجن 2 نقول له نو اوتو سامري نقول له نتورك 192.168 كام يا عم سيف هنا 1.97 1.97 مظبوط 1.97 1 هتبقى النتورك بقى هتكتبها بقى سيف باسم النتورك. انت ما تنفعش تكتب بالانترفيس دلوقتي لان الريب غبي شويه. النتورك هنا عندي كام 97 سبع لا مش 97 هنا 97 وهنا 98 يبقى هنا النتورك عندي 96 كله 96 ماشي. معلش ايه ده نقطه ثاني معلش يا باشمهندس مش هي النتورك دي يا سيف بتاع ديت اللي هي ان احنا قلنا النتورك هنا 192.168.1.96/30 حطينا هنا 97 حطينا هنا 98 مظبوط تمام تمام وصلت زي اخر وصلت اخر نتورك عاملين 96 تمام. الرب بقى الرب ما عندوش حته اللي هو ايه تقول له مثلا الوايلد كارد فلازم تحط له لا الوايلد كارد ماسك انت فاهمني زي راوتر 5 كده مش انا خشيت في الريب كده في الاي جي ار بي او هنا في راوتر كام ثواني فين راوتر هنا راوتر 6 او راوتر كام هنا شفت هنا في راوتر في الاي جي ار بي كنت بقول نتورك نتورك كذا 192 كذا 93 احط الانترفيس واقول له 0.0.0 كانت العلاقه بتقوم معايا. الريب ما عندوش كده لازم اكتب له النتورك اي دي معايا معاك ايوه واضح. تعال نروح للراوتر اللي هو الاخير اللي هو راوتر كام اللي هو راوتر 6 نقول له كونفيكتي راوتر ريب راوتر ريب نقول له فيرجن 2 نقول له نو اوتو سامري نقول له 192 اللي هو النتورك كام 192.168.1.96 تمام؟ لان هو ما عرفش الا دي نقول له نتورك كام اللي هي دي كام يا سيف احنا نقول له بقى نشوف اللي هي دو نقول له دو شو اي بي انترفيس بريف عشان نشوف النتورك الثانيه اللي هي كام 65 يبقى النتورك بتاعتها كام؟ نتورك 192.168.1.64 تمام؟ ونقول له نتورك هي اللوب كانت بقى 10.1.1.0.0 ونتورك كام 1.0 ونتورك كام 2.0 نتورك كام 3.0 ماشي. انا كتبنا نقطه سامري كتبنا نقطه سامري ماشي. تعال هنا بص ما بين الراوترين دول شوف كده لو انا قلت له شوف يا سيف الراوتر ده
اللي هو ما بين الرب والاوزبيف. لو انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف صح؟ قلت له شو اي بي روت، سوري شو اي بي روت. بص يا سيف، هتلاقي عنده اوزبيف اللي هو انترا اريا اللي هو تايب 3 وتايب ايه 4، وشايف لو انا قلت له مور هتلاقي شايف ايه رب، شبكات رب اهي، وشايف شبكات 10 ايه رب. ماشي مظبوط، لانه هنا على الانترفيس بتاعه، هنا الانترفيس بتاعه ده متروت رب تمام، وشايف شبكات الرب، وهنا متروت اوزبيف. طب تعال نروح للراوتر ده، تعال هيكون شايف شبكات الرب، نقول له شو اي بي روت، هتلاقي شايف بس الاوزبيف، بس شبكات الاوزبيف. ليه؟ اهو شايف شبكات الاوزبيف معايا؟ معايا ايوه، شايف شبكات بس الاوزبيف اللي عنده كلها معايا كده، انت فاهم معاك. طب تمام يا باشمهندس سيف، انا قلت لك انا عايز طبعا ده، انا هعمل ريديستريبيوشن للاي جي ار بي وهعمل ريديستريبيوشن للريب تمام تمام. تعالى تعالى حتى نروح فوق هنا للراوتر دهوت اللي احنا عملنا اي جي ار بينه وبينه اي جي ار بي، تعال نقول له شو اي بي روت. بص هتلاقي شايف شبكات يا سيف، شايف شبكات 20، شبكات 20 بالاي جي ار بي اللي تعال نكبرها، شايف شبكات 20 اللي هي اللوباكات بالدايناميك صح، وشايف شبكات اوزبيف اللي هو بالاي جي ار بي، وشايف شبكات اوزبيف معايا معاك ايوه. انا عايز بقى تعالى لو جيت هنا في راوتر ده اللي هو راوتر 3 قلت له شو اي بي روت، انا عايز الراوتر ده شوف شايف بس شبكات الاوز بيف بس صح، انا عايز اخلي شبكات ازيع شبكات، اخلي الراوتر ده هوت الراوتر ده هو يزيع لشبكات الاي جي ار بي جوه الاوز بيف تمام، ونفس الحوار الراوتر ده هوت يزيع لشبكات الاوز بيف جوه الاي جي ار بي. يعني الراوتر ده هوت اللي انا ده هو، تعالى كده نقول له شو اي بي راوت اللي هو متروت بس اي جي ار بي، تعالى كده هتلاقي شايف بس شبكات اي جي ار بي بس يا سيف، شوف شو اي بي روت شايف بس شبكات اي جي ار بي بس، شوف هتلاقي هنا بص حتى بص يا سيف حتى مش شايف اي جي ار بي. ليه بقى؟ لان الشبكه اللي هي واصله على الراوتر ديت اساسا دايركت كونكتد بي، فهتلاقي مش شايفها ايه اي جي ار بي، شايف الكونكتد بس، بس شايف الكونكتد واللوك بس تمام. تعالى بس ايه نعمل هنا على الراوتر ده اللي هو الايز بار، امر اسمه ريديستريبيوشن، نزيع نقول له كونفكتي ونقول له راوتر اوزبيف تمام. انا عايز ازيع ايه شيء يا سيف؟ ازيع شبكات الاي جي ار بي تمام داخل ال جوه الاوزبيف، هقول له ريديستريبيوشن اللي هو اي جي ار بي 1 سبنت تمام، واقول له انتر تمام. تعالى بقى هنا على الراوتر ده، مش الراوتر ده ما كانش شايف شبكات الاي جي ار بي، كان بس شايف بس ايه شوف كان شايف ايه الريد بس، شبكات ايش ما كانش شايفها ايوه. طب تعال نقول له شو اي بي تاني بعد ما عملت له ريديستريبيوشن، شايف دلوقتي يا عم سيف شايف شبكات ايه 20 باكسترنال تمام 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 شفتها ايوه شايف شبكات اللي هي كام اللي هي 192 168 92 اكسترنال اكسترنال، وشايف اللي هي 56 اكسترنال معايا معاك. طب تعالى يا عم سيف الراوتر ده لسه ما زال ان هو مش شايف شبكات الاوزبيف، تعال نقول له شو اي بي روت، هتلسه ما زال زي ما هو. تعال الراوتر اللي انا عملت ريديستريبيوشن للاي جي ار بي للاي جي ار بي جوه ايه الاوزبيف، تعال نعكس العمليه نقول له راوتر اي جي ار بي 1 ونقول له ريديستريبيوشن تمام للاوزبيف، ونقول له البروسيس اي دي بتاعته 1 والماتش كام المتريك بتاعته كام ريديستريبيوشن اوزبيف، وتقول له المتريك مثلا متريك
ونبدا نحط له بقى الباندويتس يا عم سيف. الباندويتس مثلا براحتك يعني، انت ممكن تحط له الباندويتس 1000 وتحط له اللي هو الديلي، تخلي الديلي مثلا بسيط واحد، وتقول له ريلابيليتي مثلا لو ريلابيليتي كبرت يبقى مظبوط، يبقى معايا علاقه طرديه تبقى كويسه نحطها 255. واللود ده اللود نقلل اللود شويه نخليه واحد، والام تي يو نخليه مثلا 1500، معروف ان هو الام تي يو خليه مثلا 1500. تمام، تعالى نروح للراوتر المعلم ده اللي كان شايف ايه سيف. تعال نروح للراوتر ده، الراوتر ده مش الراوتر ده سيف كان شايف بس ايه، شايف شبكات بس ايه الكونكت، الكونكت بس. طب هيشوف شبكات الاوز بس، تعالى نقول شو اي بي روت. شوف يا عم سيف شافها بايه، شافها دايناميك اكسترنال، لان الشبكات دي بص يا سيف زي ما قلت لك ده دومين هتخش جوه الاي جي ار بي، هيشوفها بالدومين بتاع الاي جي ار بي، بس هيشوفها ايه اكسترنال اي جي ار بي. هنا اما جيت هنا عملت ري ديستريبيوشن شافها شبكات الاي جي ار بي جوه دومين الاوز بيف باكسترنال اوز بيف. فهمت؟ ايوه فهمت الحته دي. فعشان كده الراوتر ده يا سيف شاف شبكات الاوز بيف جوه دايناميك، اهي شافها دايناميك معايا. ايوه. طب تعالى نروح زي ما عملنا كده في الريب، نعمل ايه زي ما عملنا في الاي جي ار بي نعمل في الريب. تمام، تعالى نروح للراوتر ده اللي هو الراوتر ده، نقول له ايه يا عم سيف، كونفكتي، نقول له راوتر واحد، هنقول له ريديستريبيوشن ريب، ونقول له ايه بمترك كام. انت عارف ان هو بيعتمد على المترك بالهوب كاونت، نقول له مترك. ايوه. نقول له سبنت الاول، نقول له كلمه سبنت الاول، سبنت بمترك كام. خلاص اضغط انتر على طول. ممكن تقول له مترك طيب كذا وفي الاخر تقول له سبنت، يعني ممكن اقول له مثلا كده، سوري ممكن اقول له مترك طيب، مترك طيب، ممكن اقول له مثلا بمترك تايب 1 مثلا، لو انا عايز اشتغل، لو انا ضغطت انتر هيشتغل بمترك تايب 2 باي ديفولت. تمام، لو انا قلت له مترك تايب 1، خلينا قلت له مترك تايب 1 واقوم جاي في الاخر اقول له كلمه سبنت. تمام، خلاص انت لو جيت تبص هنا انت احنا كنت الراوتر ده ما كانش شايف ايه شبكات ايه الريب. تعالى نروح حتى بص هنا، لو جيت تشوف كنت شايف شبكات الريب اللي هي كانت 10.10 كذا صح؟ تعال نرجع تاني نقول له شو اي بي روت. شايف شبكات يا عم سيف؟ ما انت شايفها كستيرنا الشبكه اوز بيف، وشافها ايه؟ انا قلت لك مترك ايه؟ مترك تايب 1 عملها ايه؟ ايه 1 صح؟ طب انا الراوتر ده ما عدتش المترك، فشايف شبكات ايه؟ شايف الشبكات اللي هنا بكام؟ ب اي 2. ايوه فهمت قصدي. والفرق ما بين اي 2 اللي هو المترك اوز بيف اي 2 اللي هو تايب 2، ان هو اي انذر بروتوكول غير البي جي بي الكوست بتاعه بيساوي كام؟ 20. تمام، 20 معايا. ايوه. طب تعالى هنا في الراوتر ده، تعالى شايف حاسب الكوست ازاي؟ ما قلت له مترك تايب 1 حاسبه ب 21، حاسبه ب 21 ازاي؟ زود، بص يا سيف، زود الكوست الداخلي اللي هو 20. تمام؟ وهينط والباند ويتس بتاع الايثر نت ده او الجيجا 0 سلاش 0 الباند ويتس بتاعتها بواحد. 20 زائد 1 طلعت بكام؟ 21 معايا؟ عرفت اتحسبت ازاي بمترك كام دلوقتي؟ ايوه طب دلوقتي تعالى الراوتر ده هتلاقي الكوست بتاعتها مختلفه، ليه بقى؟ تعالى كده تعالى راوتر كام؟ مش زيرو، هتلاقي شايف شبكات 10 بمترك مختلف خالص او بكوست مختلف. سوري شو اي بي روت، شايف شبكات 10 بكام يا عم سيف؟ 20. تعالى شايف شبكات 10 فين؟ شبكات 10
شايف 20 بس تسترها. شايف شبكات 10. ليه ما شفت شبكات ال 10؟ ليه ما شفت ليه ما شافش الرب؟ طب تمام، تعالى بس هنا نعمل الحته دي كده، نخلي نقول له ايه، نرجع تاني نقول له ايه صبنت بس، ونخليه نشوف ده هيشوفها بكام بس كده، شوف الغلط لان على هنشوف ده هنشوفها هيشوفها بكام، شو اي بي هنشوفها باكسترنال ايه، لسه شايفها باكسترنال 1. ده راوتر كام؟ ده راوتر كام؟ ده راوتر، انا عاوز الراوتر ده. الراوتر ده لسه شايف شبكات 10 بكام؟ باكسترنال كام؟ اكسترنال 0. تعالى نروح على الراوتر كام هنا؟ الراوتر كام هنا يا عم احمد؟ 5. نقول له نو، نقول له نو، نقول له نرجع تاني، نقول له ري ديستريبيوشن رب سبنت وخلاص، عشان هيذهب متريك تايب 2. ماشي. طبعا الرب دلوقتي بيتاخر شويه لانه بياخد 30 ثانيه، اصبر عليه شويه. تعالى على الراوتر ده اللي هو كان ده هنا، شو شافها بكام عم سيف دلوقتي؟ بس ترنا ليه تايب 2؟ طيب تو ايوه اللي هو اي 2. تعال نشوف المعلم ده ليه مش شايف عشرات، المفروض يشوف عشرات صح؟ ليه مش شايف 10؟ طب هو شايف اي حاجه من اريا 10؟ يعني هنا مثلا اريا 10 كام؟ ثواني كده، اريا 10 هنا كام؟ اريا 10 اللي هو كام؟ 85 صح؟ 85 و32. تعال نشوف هنا شايف اي حاجه من اريا 10؟ اي انترفيس من جوه اريا 10؟ 84 شايفها انترنال، وده شايفها تمام. طب هو مش شايف الريب ليه؟ جوه الاوزبف تمام. هقول لك ليه تمام. بص هقول لك الحاجه هنا الريب، تعالى في معادله كده هنعملها عشان تبقى واخد بالك الريديستريبيوشن بيتم ازاي. نقول له انتر انترنال ريب اقل من اكسترنال اللي هو الاوزبف تمام صح؟ تمام. لا ديت بص، تعال نضغط كده الانترنال ريب بيساوي كام يا عم سيف؟ 120 صح؟ ايوه. والاكسترنال اوزبيف، الاوزبيف كام؟ 110 صح؟ فهنا أيوة. تعال نعمل المعادله بقى، ديت بتساوي كام يا سيف؟ لازم المعادله دي تتنفذ، اللي هو انترنال ريب بيساوي ايه؟ هي اقل من او يساوي اقل من، يعني 120 اقل من 110 ديت لا غلط. طب تعال نروح للمعادله الثانيه، اكسترنال اوز بيف، اكسترنال اوز بيف اللي هو 110 اقل من اللي هو ال 120. فهمت دي؟ يبقى ديت الشرط ده اتنفذ. طب احنا عايزين الشرط اللي فوق يتنفذ، نعمل ايه؟ نخش نقلل الادمن ديستانس بتاع الاكسترنال. ازاي يا عم سيف؟ تعال نخش على الراوتر ده يا عم انا عايز هنا خلاص. تعال نخش على الراوتر ده ونقول له ايه راوتر اوز بيف، نقول له راوتر
انا على راوتر اوزبف، هنقول له راوتر راوتر اوزبف واحد، ونقول له ديستنس اوزبف، نقول له الاكسترنال، احنا عايزين نقلل الاكسترنال صح، نقول له الاكسترنال أيوه. بتاعك بكام، وهو المعادله بتاعتنا ايه اللي بايظه فيها؟ احنا قلنا الاكسترنال 110 اقل من 120 مظبوط. طب الانترنال ريب اقل من او يساوي اقل من اوزبف؟ لا. الانترنال ده 120 اقل من 110؟ لا طبعا. طب الاكسترنال اقل من 120؟ اقل ايوه. ها؟ 110 ايوه اقل. ماشي، ما هي تمام. احنا عايزين نظبط المعادله دي. الاكسترنال هنا لو خليناه مثلا 90 او هنا خلينا 130، 130 120 اقل من 130؟ اه. طب الاكسترنال 130 اقل من 120؟ لا. طب نعمل ايه بقى؟ نلعب في الرب، نخلي الرب مثلا الديستانس بتاعته بكام، نخلي الرب الديستانس بتاعته مثلا يا عم احمد 90. لا ما هو هنا الاكسترنال لما هتبوظ، يعني الاكسترنال هنا اقل منها هتبقى ايه فيها مشكله. تعالى كده نجيبها هنا نحلها، نقول له internal rib بتاعت الرب اقل من الاكسترنال بتاعت الاوزبف صح؟ تعالى ندي ديت 120، ال 120 اقل من 110، ده اول شرط ايه اختلف. طب الاكسترنال اكسترنال، لا لا تعالى بقى تعالى نعكس بقى الانترنال، تعالى نعكس انترنال اوزبف اقل من اكسترنال الرب تمام. تعالى بقى نظبط دي، تعالى نظبطها سيف، خلاص هي هتظبطها تاني. الانترنال الاوزبف كام؟ 110 صح. والاكسترنال بتاع الرب كام؟ 120. دي كام؟ ده اقل منها او يساوي كام؟ ده اقل من او يساوي 120، ده مظبوطه معايا. المعادله اللي فوق لازم تتعدل. ليه؟ 120 اقل من 110؟ لا طبعا، دي لازم تبقى 130. لو عملناها 130 يا عم سيف ديت هتصير كام؟ هي هتصير دي اسمعني، هتيجي هنا الانترنال اوز بيف 110. اه تعال نعمل الاكسترنال بتاع الاوز بيف 130، دي اللي تمشي معايا تمام. تعالى نقول له ديستانس، فين هنا هنا فين المعلم ده، نقول له ايه ديستانس هتبقى 130 تمام. تمام، بنقول له انترا 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 الاكسترنال انترا كام، ديستانس كام، او ممكن نضغط انتر خلاص اكسترنال ب 130. تعالى نشوف كده الدنيا هتظبط ولا لا. ما احنا كده المفروض الدنيا تظبط، المعادله بتاعتنا بتاعت الريديستريبيوشن ظبطت. شو اي بي روت ده راوتر كام؟ 20 اللي هو 2، ده ال 2 اللي هو تحت ده صح؟ تعالى على راوتر 1، تعالى على راوتر 1، هطلع فوق نقول له نقول شو اي بي روت. طب تعالى نعمل ريديستريبيوشن للريب تاني ونشوف هنا. تعالى نعمل هنا ريديستريبيوشن للريب، نقول له راوتر ريب راوتر ريب، نقول له ريديستريبيوشن اوز بيف البروسيس بتاعته كذا، ونقول له المتريك بتاعتك ب 1 او باتنين مثلا. تعال نشوف الراوتر ده كده شايف الشبكات ولا لا، نقول له شو اي بي روت، شايف شبكات كلها بايه؟ شايف الشبكات كلها سيف،
عشرات، شاف شبكة 20 بالرب، شاف كل الشبكات بايه ريديستريبيوشن بتاعت الرب شافها تمام. طب هنا الراوتر ده، الراوتر ده مش شايف ليه؟ تعال تعال اقول لك ليه، تعال اقول لك ليه. تعال نحول الشبكة دي، لان ديت المفروض تعال نحول الاريا ديت لايه؟ ال NSS. تعال نقول له config t router OSBF 1 ونقول له area 10 NSS A no summary no summary. ونروح على الراوتر الثاني دهوت نقول له router OSBF نقول له area 10 نقول له انت نوعك NSSA نقول له no summary. على الراوتر اللي هناك ده بردك فوق نغيرها بردك ايش اللي ندخل به هنا كده. على الراوتر ده نقول له نقول له راوتر OSBF نقول له اريا 20 NSA no summary. وتعالى الراوتر ده نقول له config t نقول له راوتر OSBF 1 نقول له اريا 20 اريا 20 نقول له كم NSSA no summary تمام. تعال بقى ايه نبنج من هنا دي كام 10 1 1 1. تعال نشوف تبنج من الجهاز، تعال نبنج من الجهاز ده الجهاز ده اللي على لوب باك من هنا بنج كده. طالما شافها لو بنج هيبقى ايه شايف الشبكه شايفها صح، شايف اللوباكات على طول تفهمني يعني. شوف حتى السيرفر ده مش متروت بالرب، السيرفر ده كام 66 تعال نقول له انت 192 168 واحد 66 شايفه ولا لا؟ مظبوط. تعال نعمل سامري للشبكات ديت جوه الاوسبف، نخلي الايس بار ديت يعمل شبكات 10 و1 كذا كذا كذا، نخليه يعملها لها سامري تمام. نخلي ان هو يعمل سامري للشبكات 10 و1 ديت يعمل لها سامري جوه ماشي. تعال هنا شبكه كام هنا الكونكت شبكه الكونكت. طب تعال تعال نخليه نخلي الايس بار ده نخليه يزيع الشبكات العشرات جواها جوا ال جوا الاريا عنده بسامري يعني. شوف هنا هنا شايف شبكات العشرات ازاي؟ تعال نقول له كده شو اي بي اوز بيف شو اي بي روت. تعال نقول له شو اي بي روت اوز بيف عشان خلاص شايف شبكه 10 واحد شايفهم كم؟ انا عايز يزعهم بس بسامري واحد تمام. هنقول له ازاي؟ تعالى احنا ايه السيشن ده يعتبر ايه مراجعه. هنخش على الاس بار ده نقول له احنا تحت الراوتر اوز بيف لسه هنقول له سامري سامري هنقول له ادرس سامري. انا لو تحت الراوتر ايه اكزيت تحت الراوتر ده كام؟ خمسه ماشي خمسه راوتر اوز بيف OSBF 1 summary address وال address summary summary address summary ولا هو مش سبورت ولا هو مش سبورت للسمري ري
راوتر اي دي نتورك ديستانس نتورك باسيف. هو شكله كده مش سبورت للسامري اسمه ايه اسمه المعلق اسمه الباكيت تريسر مش سبورت ايه السامري. طب تعالى ايه لو هو تعالى على الاي بي ار تعال الاي بي ار ده اي بي ار صح من اريا لاريا خلي الاي بي ار بقى جاي له دول كده نخليه يزعهم جوه اريا زيرو بكام بسامري هنشوف الاي بي ار في سامري ولا لا يعني تبقى ناقصه يعني على الاي بي ار خلاص نخلي الاي بي ار بدل ما يزعهم كده كده اصلا. بص يا سيف هم جايين له هنا للاي بي ار هيجي له ايه دول خلاص ان اس اس الاريا ديت بقت ان اس اس اللي بيتزع فيها شبكه اللي هو ايه تايب 0 تايب 1 وتايب 2 واي حاجه هتجي له بقى ايه تايب 3 تايب 4 تايب 5 تايب 7 تمام هيبقى ديفولت. حتى بص لو انت جيت هنا قلت له شو اي بي داتابيس شو اي بي او اس بي داتابيس ده الاي بي ار صح. تعالى كده هتلاقي هنا شايف هنا شايف اللي هو اللي هو اريا 0 اللي هو الدي ار ده الدي ار اللي هو لينك اللي هو النتورك شايف سامري من اريا 0 المفروض ده يجي له سامري اللي انا ممكن اعمل له سامري من الاي بي ار دي هعملها لك دلوقتي سامري تمام. وده اللي هو الاي اس بي ار المفروض انا الاي اس بي ار شايف ايه دي لينك اي دي ادفرتايز باي كذا اريا 10 دي اريا 0 فين اريا 10 بقى. بص يا سيف هو المفروض هنا يشوف تايب 5 ومكتوب ديفولت فاهمني؟ المفروض الاي بي ار ده اللي هو اللي انا واقف عليه يشوف شبكات شوفها كام يا سيف؟ المفروض اريا كام؟ 10. الاس بار لينك ستيت ازاي؟ اس بار لينك ستيت ده المفروض هنا الاي بي ار ده ثاني كده تعال نروح على الايز بار كده هنشوف عشان الباكيت تريسر ده اصلا شو اي بي او اس اف داتابيس. بص يا سيف هو المفروض هنا شوف تايب 7 تمام واحنا قلنا التايب 7 هو الان اس اس اللي هو التوتال ايه ان اس اس ايه المفروض بتتحول شوف ايه لتايب 5 ماشي ازاي جو تايب 5 رماها لمين يا عمي المفروض هو يا رماها الايس بار ده رقم التايب 5 التايب 7 هو جاله تايب 7 كده حوله تايب 5 رماه لي هنا تايب 5 المفروض ده يزيع جوه تايب 5 بس بقى تايب 5 ايه ديفولت المفروض يجي له لا مش ديفولت المفروض يجي له كده ماشي. تعالى هنا نشوف ان هنا نشوف شو اي بي او اس بي اف دي كام راوتر واحد راوتر واحد داتابيس شو اي بي او اس بي اف داتابيس او اس بي اف داتابيس. تعال بص يا سيف يا ده كله ده جوه شوف ده شوف تايب 5 اه ده كله بقى يا سيف ليه بقى. بص يا سيف جاي له تايب 5 من ده جاي له تايب 5 من ده وجاي له تايب 5 من ده ما هو ده دخل تايب 7 ده رمى له تايب 7 الراوتر ده رمى له تايب 7 تمام. الاس بي ار بياخد التايب 7 بيحوله للتايب 5 وبرميه للاي بي ار الاي بي ار بيزعه جوه ايه تايب 5 تمام تايب 5 اشوف هنا هتلاقي هنا ايه تايب 5 اكسترنال جاي من كام اللي هو اللينك اي دي الشبكه كام 2011 و2012 والادفرتايز اللي هو ايه اللي هو الراوتر الاي بي ار ده 5 دي 5 ماشي. ده راوتر اي دي كام يا سيف؟ ده 1 2 3 4 الادفرتايز مين اللي زيها له النتورك دي 5 5 و6 انت فاهمني؟ ايوه. شوف حتى هنا هتلاقي الاكسترنال انا بقى لو انا شاطر ابدا بقى اعمل تلخيص الشبكات 20 ديت بدل ما هي راح 4 كده
هعملها بعتها له واحده ابعتها له السمري واحد شبكه أيوة. مثلا 192 مثلا 168 دي مش هعرف اعملها لانها بعيده عن بعض لو قريبين شبكه 10 عملتها أه؟ شبكه 10 برضه تعملها شبكه 10 دي انا ببعتها سمري لو انا بعتها سمري هتجي لي هنا سمري والشبكات هنا شوف 10 شوف 10 جايه لي ازاي يا سيف هي 10 هي 10 جايه لي مرتين ولا ايه عشرة جاي لي مرتين اللي بقى المفروض اللي زعالي اصلا الاي بي ار تمام اللي زعالي شبكه 10 ديت الاي بي ار اللي هو 3 لان الاي بي ار هو اللي بيزعل اللي هنا جايه ب 6 انت عارف شغل الباكت تريسر بيلخبط يعني 10 6 6 دي اصلا هو اساسا اللي بيزعل اللي جوه جوه الاي بي ار فهو المفروض يشوفها بالاي بي ار شوف الراوتر اي دي بتاع الاي بي ار ماشي والشبكات اللي هي 20.20 شايفها شفت انا قلت لك انا استغربت اصلا ان هو باعت 20.20 بالادفرتايز راوتر اي دي اللي هو كام اللي هو 5 اللي هو الراوتر اي دي بتاع الراوتر ده طب ازاي اصلا تتبعت اساسا المفروض انت ده بيسلمها للاي بي ار والاي بي ار ياخدها يزعها تمام ملهوش دعوه بقى ديت كام هو ده بيجي ده معمول هنا ديفولت الاي بي ار الاي بي ار هنا برمي الراوتر ده ديفولت بقول له يا عم انت عايز تجي لي تعالى ارمي عليا يعني الراوتر ده لو انا قلت له كده بص الراوتر اللي هو الراوتر دي ده لو قلت له شو اي بي او اس بي اف داتا بيس او اس بي اف داتا بيس المفروض هنا بص طيب 7 مظبوط جاي له اهي طيب 5 معايا؟ ايوه ده راوتر كام يا عم سيف؟ ده راوتر كام؟ 4 راوتر 4 المفروض يكون عليه بس المفروض يكون عليه ديفولت اللي هو الايس بار هنا فوق ايوه ديفولت اهو يا سيف شوف مش انا قلت لك تايب 3 وتايب 4 لو في تايب 4 المفروض التايب شوف بعتها له ديفولت اهو مش انا قلت لك ببعتها ديفولت اي تايب ديفولت يعني هنا جاي بص يا سيف جاي من هنا فين تايب 7 اللي هو اللي هو تايب 3 فين تايب 3 اللي قصاد دي ده اريا اريا 10 المفروض بعت له تايب 3 ما اريا 10 ديت المفروض النتورك اللي هنا تمام جاي له تايب 3 بيبعتها ايه تايب 3 اللي هو ده اي بي ار الشبكه دي سيف والشبكه اللي هنا تبع اريا 10 فراوتر الاي بي ار ده هيبعتها جوه تايب 3 معايا؟ وصلت فتايب 3 هيروح للراوتر ده هيروح للشبكه دي فدي المفروض دي ايه؟ ان اس اس ايه بس توتال اي حاجه ايه تايب 3 وتايب تايب 3 تايب 4 تايب 5 هتتبعت جوه ديفولت المفروض تتبعت جوه ديفولت تعالى كده تعالى هنا على ال هنا المفروض ده هنا المفروض يشوف الشبكه اللي انا قلت له عليه ديت ما يشوفش الكلام ده كله راوتر 3 اللي هو راوتر 4 ده المفروض يشوف تايب 3 وتايب 4 ديفولت تمام ماشي تايب 4 فين يا عم احمد تايب 4 تايب 3 يا عم سيف اللي هو السمري شايفه ديفولت مظبوط الاس بي ار ده اللي هو اريا 20 تمام مظبوط اللي هو شايفه ايه اللي هو تايب 5 هو اس بي ار اهو تايب 5 وقال له ايه الراوتر اي دي بكذا والنتورك اي دي كذا اللي هو واللي هيزعها ده ماشي بس المفروض هو مظبوط كده بس ايه في هنا مشكله ده كده خلاص ده المفروض لو انا عملت سامر هتقلل معايا الكلام ده خلاص ده كده خلص السيشن بتاع اللي هو الاو اس بي اف والريديستريبيوشن كده النتورك كلها بينجابل وكل حاجه تمام الشبكه بس عشان الباكت تريسر ما فيهوش سامري فهتلاقي انت لما تيجي تعمل ترابل شوتنج هتلاقي الموضوع كده بيتسرق الشبكات كلها شوف زيالك الشبكات كلها يعني لو عملت سامري كان هيزعل لي الشبكات دي 20 ديت هيزعل لي 1 تايب 5
ماشي. والشبكات العشرة دي المفروض دي شبكة عشرة دي جاية منين يا مسيف؟ المفروض جاية منين؟ الراوتر ده بص يا سيف، الراوتر ده ابر ده جايب شبكة عشرة. ايوه دي جاية طيب فايف من هنا، طيب فايف هي جاية من هنا طيب سيفن، فدخلت جوه الاريا زعتها طيب فايف ماشي. الابر ده اي حاجة طيب فايف يزاحها جوه الاريا بكام؟ بطيب سري. ايوه ماشي ماشي. المفروض هنا تروح للراوتر ده، الراوتر ده المفروض هيزحها جوه هنا طيب سري، يزحها ايه ديفولت، وطيب فايف يزحها ديفولت. المفروض مش المفروض ده بالظبط لازم ان يزحها كده. اي حاجه يعني ده جاي من هنا طيب سري تمام، هتزح هنا ديفولت لان عملتها توتالي ان اس اس ايه نو سامري. شوف حتى لو رجعنا الكونفيجريشن نشوف ممكن يكون احنا ما عملناش نو سامري ونشوف. ده راوتر 3 نقوله شوران عشان الاستيشن ده عشان كده. ايوه شوف انا عملتها اريا 20 يا اريا 20 اريا 20 ان اس اس ايه نو سامري مظبوط، انا عاملها مظبوط كده مظبوط. والمفروض إيه هنا جاي من هنا، المفروض دي اتبعت ايه ديفولت، ده يبعتها ديفولت يقول له ايه يا راوتر اي حاجه انت عايز تروحها ارمي عليا تمام معايا. وده أيوة. هيزيع تايب 5 تايب 7 ليه تايب 5 هيقوم زيع دي جوه ايه تايب 3. هتروح للاي بي ار هنا، الاي بي ار ده هيكون عنده معلومات بكلها بالمعلومات دي كلها ماشي. المفروض بقى هنا المعلم ده يكون عنده ديفولت بتايب 3. تعالى كده شوف عنده طيب ايوه مظبوط طيب 3 اللي هو السامري، يقول له انا عايز اروح لاي نتورك اروح ارمي على ده. وعنده ايز بار اللي هو كام 6 و3 اللي هو ده كام ده 6 وهو ايه وايه 3 فين 3 بقى الايز بار كام من هنا. تعالى انت توت يا سيف كيف انت توت في نقطه معينه بس لكن ايه هي قول له هي. بص يا سيف انت هنا قلنا المفروض هو هيزيع طيب 3 وطيب 4 تمام، والمفروض يزيع كله يعني مثلا ايه بي ار ده تمام جوه الان اس اس اي نو سامري. المفروض يزيع ايه؟ يزيع طيب 3 وطيب 4 وطيب 5 هتجيله من بره ماشي، هيزيعها جوه الاريا بديفولت اللي هو ده الاي بي ار. يعني انا المفروض عندي هنا المفروض عندي هنا اشرحها لك بقى. تعالى هنا خلاص انا كده نهايه الكونفيجريشن. بس انت المفروض ده اس بي ار هيزيع طبعا جاي له هنا طيب 7 هيزيعها جوه الاريا 10 بطيب كام طيب 5 معايا. ايوه معايا كده يا سيف. ايوه طيب 7 يزيعها بطيب 5 بس خليك بقى معايا كده يا معلم، خليك اهدى معايا تمام. الراوتر هنا الاي بي ار هيزيعها جوه ماشي عادي، هيزيع تايب 5 جوه سوري في الغلطه دي، هيزيع جوه تايب 5 الراوترات دي الراوتر ده يقول له ايه يعني انت جاي لك تايب 5 خده ماشي للراوترات كلها معايا. ونفس الديفولت تحت هنا هيصير هنا، ده هيجي له تايب 7 من هنا هيزعها هيزعها جوه الاريا 20 طيب 5 طيب. اروح للاي بي ار هيزعها جوه هنا ايه طيب 5 طيب 5 ماشي ماشي كده خلصنا ان الاي بي ار زعت اللي هو طيب 5 من هنا زعها هنا ماشي ماشي ماشي. احنا قلنا يا سيف في الان اس اس ايه طبعا جاي له طيب 5 من هنا هيزع جواه، المفروض احنا قلنا نو سامري
تمام؟ اللي قلنا ان اس اس اي مو سامري، مفروض الاي بي ار ده هيذيع تايب 3 ديفولت، هيقول له 0.0.0.0 ذوعه هنا. تمام؟ مفروض تايب 5 وتايب 4 برضو كانوا ذيعوا برضو بديفولت. تعال نشوف كده الاي بي ار ده، الاي بي ار ذاع للنت للراوتر ده ديفولت ولا لا؟ IP OSF. بص يا سيف، المفروض ده كام؟ ده روتر كام؟ ده الروتر ده المفروض ده الروتر ده هيبقى عليه ديفولت. اللي بقى مش هيبقى عليه ديفولت، عليه ديفولت اصلا، هو عليه ديفولت. اي حاجه طيب 3 جاله يقول له ايه؟ ام 0.0.0. تمام مظبوط كده. طب الايز بار اريا 10 اللي هو اللينك اي دي بتاعه كام؟ 5.5، واللي زيه له كام؟ 3.3.3. تمام. طيب دي جاي له كام؟ دي اس بي ار دي تايب كام يا عم سيف؟ تايب 4. طيب ايوه 4 دي تايب 4. الاس بي ار اللي بقول له النتورك اي دي اللي هو الاس بار اللي عندك كام؟ راوتر اي دي كذا. مين اللي زعه له؟ فهمت دي ولا ما فهمتهاش؟ لا اشرحها لي ثاني. طيب مش قلت لك تايب 4 ان الاس بار بيبعت الاي بي ار بيقول له انا تايب ايه؟ انا اس بار ايز بار والراوتر اي دي بتاعي كام؟ ايوه في التايب 4. يبقى انت شكلك ما ذاكرتش ال ال اس اي، شكلك مش ده في التايب 4. ال ال اس اي تايب 4 بيبعت الايز بار بيبعت الاي بي ار يقول له يا راوتر اي حد عايز يسال، اي حد عايز يروح يسال على ايز بار، انا الايز بار اللي موجود عندك في الاريا دي اهو. ايوه 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 ايوه. حتى لو انا جيت هنا على الراوتر ده هتلاقي مبعوت، تعالى كده هتلاقي مبعوت له تايب 4 الراوتر ده بيقول له كده OSBF داتابيس. شوف هتلاقي هنا، بص مبعوت له الراوتر ده مبعوت له ASBR اللي هو 3 اللي هو كام ده؟ ايه ده؟ سامري، ده سامري اللي هو تايب 3. خليك سيبك من دي، ده سامري ماشي اللي هو تايب 3. تعالى نروح ل لا سامري بتاع النتورك يا سيف، ده السامري بتاع الايز بار. سوري جاي له هنا قال له ايه؟ بص يا سيف هنا ده بعت له طيب 4 قال له انا الراوتر اي دي بتاعه 6.6.6 وانا ايز بار. حتى هنا لو جيت انا قلت لك شوفها كده هتلاقي هنا مبعوت له قال له ايه؟ قال له 6.6.6 انا وايز بار زيتها لك راوتر 2. تمام. وثلاثة شوف هنا، بص يا سيف وهنا قال له الراوتر اي دي اللي هو كام؟ ده دي ثلاثة ولا كام دي؟ دي ثلاثة. وده قال له يا عم ايز بار 3.3.3 و 4.4.4 ماشي؟ ايوه. فعشان كده زي ما بقول لك بالظبط، خلينا ايه؟ احنا خلصنا موضوع الاي او اس بي اف، وهنراجع مراجعه سريعه على السيشن الجايه على ال اس اي اللي هي ملخبطه معاك، انت لازم تراجعها جدا عشان تفهمها ال اس اي 1 والكلام ده. فاحنا هننهي السيشن ده عشان كده ايه كبر مننا.